أشكركم جميع على زيارتكم وعلى كلماتكم وعلى محبتكم للبحرين، لأن اللي يحب البحرين يحب الكل، وهذا شيء مشهود له بالنسبة لكم كأسر وكأفراد وكمواطنين. واليوم الحقيقة أن نستقبل أهل المنامة عندنا، هذه ترى هي عادة صار لها عشرات السنين قديمة. أنا أذكر من يوم كنت ما أقدر أقول صغير لأن ما عشنا وقت الطفولة للأسف، لكن من يوم كان عمري يمكن 7 سنين كنا على حياة الجد سلمان نستقبل أهل المنامة يوم الجمعة العصر. مري أكيد فينا من يذكر هذا، إذا أنا أذكر هذا الشيء فممكن، فاللي يذكر وياي هذا يعني أخ كبير أعتبره، لأن أنا كنت صغير وأشوفه رجل في الاستقبال، واللي سمع عنها فهو كذلك أخ غالي ومعانا في هذه السفينة. ولله الحمد البحرين مبحرة في بحور الخير والصدق والأمانة، ومبحرة لموانئ العلم والتقدم والنهضة. ومن هالمنطلق وجدت أن حرص الجميع على الأمن والاستقرار حتى لا يشوب هذا الإبحار شائب، وهذا يعني عين الحكمة وهذه هي الإنسانية. فإذا اعترضنا هواء أو اعترضنا فشت أو صخور أو عوائق، فعاد علينا احنا أن يعني نتجاوزها بأقل الخسائر. ولله الحمد الأمور اللي حدثت المؤسفة واللي كانت مصدر ألم للجميع إن شاء الله أن احنا تجاوزناها على الأرض، ولكن المؤمل أن نتجاوزها في داخل النفوس، بحيث أن احنا نخرج للأرحب وللجو الأفضل والأنقى، وأن يعني نشوف لنا هواء نقي ومجال أرحب وهكذا. فما شفت أولى من أن أهل البحرين يعودون ويتشاورون، وإذا تشاوروا ما بيوصلون إلا للزين. أنا ما أذكر من هذاك الوقت اللي قلت لكم عنه إلى اليوم إلا أن البحرين بتشاورها تتجاوز أزمتها. واليوم احنا نريد نتشاور حتى نقوي ما بيننا من روابط، وننطلق بسفينتنا وهي محكمة أكثر يعني. وهذا يعني نعتبره أمر من سنن الحياة، إن فترة وأخرى يحتاج الإنسان إلى مراجعة أموره سواء كانت صغيرة أم كبيرة. لا أعتقد أن الأمور تبقى دائما كما هي، ولكن الواعي والحريص ينمي نفسه ويطور نفسه ليجاري متطلبات عصره. فاليوم احنا نتكلم عن بناء دولة عصرية حديثة بكل ما تعنيه الكلمة، ونبني دولة ذات اختصاصات. يعني لا يمكن ان احنا نعرف كل شيء الا فيما يتعلق باختصاصنا، وهذه كلمة قيلت انا مسبوق عليها. يجب ان كل من اختص في عمل ان يبدع في اختصاصه ويصبر على
ما نوى العمل فيه حتى يقدر يساهم معانا بالعلم والتطور وإلى آخره. أما إذا صار اختلاط في الاختصاصات فلا شك تحدث فوضى. من المنطلق حرصنا أن يكون هناك استقلال للسلطات الموجودة في بلدنا، واستقلال السلطات مطلب عالمي ويحتاج إلى صيانة مستمرة حتى يضمن الإنسان استقلالية هذه المؤسسات. فاليوم المنفذ يكون حسب ما يشرع، وأهل القضاء يبتون فيما يرونه ضروري لحفظ ما عندهم من حياة، ما عندهم من تجارة، ما عندهم من نمو وإلى آخره، ولكن بالقانون اللي ممثل الشعب أو خلنا نقول الشعب وممثليه أرادوه. فلما تكون هذه الإرادة فوق كل اعتبار بنكون أكثر سعادة. احنا لا يمكن أن نمسك كل الأمور بلا عوين. فلما وجدنا هذا النظام، واللي قبلنا أوجدوه بطريقتهم، واللي قبلهم أوجدوه بطريقتهم، وهكذا تطور الحياة. فبس علشان تعرف أنت وين وصلت، لو تقرأ الماضي ستجد التطور هائل. التطور اللي أنت فيه اليوم كبير وشيء يعني فاق المستوى المتوقع، وما هذا كان ممكن لولا مستوى المواطن الحضاري والعلمي ومستواه الثقافي واطلاعه على أمور الدنيا. فلا يمكن أن البحرين وأهلها يوصفون لا سمح الله بنوع من التقصير أو بنوع من التخلف أو بنوع من الدكتاتورية. ما خبرنا هذا، يعني يدخل مجلسك أنت أي مواطن، فقط أي مواطن يدخل عليك أي إنسان لازم تفزله ولازم تسأله ولازم، يعني ما عندنا فرق يعني في هالمسائل. فمن هالمنطلق يعني أنا كل اللي أرجوه أن نبني الثقة ونعود إلى قوتنا ونعود إلى مكانتنا في الواقع هي تصرفات كل واحد منا فقط. يعني الإنسان على تصرفاته، فإذا غالبية أهل البحرين أهل تصرفات محترمة وهم معروفين بكرمهم وطيبتهم وذرابتهم، معروفين عالميا. أنا أكرر هذا دائما، ما أظن أن في بحريني يعني يعبث ويعتدي ويجرم بحق الآخرين. عادة البحريني سمح متسامح، يقبل الآخرين، يرحب بهم، يضيفهم، وهكذا شفناه. يعني شفناه من كذا جيل، أنا شفته من يمكن جيلين، أعتقد جيلين إذا حسبتي عدلة، وبعضكم شافه يعني من ثلاثة أجيال، هذا بعد مو بغريب عندنا كلنا. وهكذا لا شك نرجو أن عيالنا وشبابنا يكونون أحسن منا، ولكن لن يكونوا أحسن منا إلا إذا أخذوا الدروس منا وأخذوا خبرتنا وبنوا عليها وتدرجوا. ما يمكن يكون أحسن منك وهو ما له صلة بربعه ولا له صلة بمجتمعه ولا له صلة بعاداته ودينه وأخلاقه وأخلاق هله. هذا لا يمكن أنه يكون أحسن منك. أحسن منك أنه يأخذ ما عندك من زين ويبني عليه بأزين، وهذا اللي احنا نتأمله من شبابنا ومن أبنائنا.
أما نرى أن شبابنا قد يكونوا مصدر قلق أو مصدر إزعاج للوالدين خاصة، فهذا يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يعني الله أمر بالبر بالوالدين وبعدم الإساءة للوالدين وبما في شك القيام بالواجب مهما كان. لكن ابن على ما لديك، فصار عندنا في البحرين مبدئين هامين دائما، ومبدأ أن يكون في توافق دائما في الرأي. يعني هذا أمر يعني مهم. يعني مثلا تطرح رأي في اجتماع مجلس إدارة أو كذا وتشوف التأييد، ما يحتاج إلى تصويت، تعرف أن بهذا إن شاء الله الأمور ماشية. ومبدأ التطوير، يعني الشيء ما يوقف ولا عاد بعد يطير، لكنه يمشي، اللي يمشي ما يطيح. فالتطوير وتطوير القوانين وتطوير الحياة بما يناسبنا في ظروفنا اللي نعيشها أمر مهم. فأنا رأيت أن إذا الله يوفقنا وإياكم في حوار وطني شامل مثل ما يوم تشاورنا وياكم حول الميثاق وأوجدنا الأساس القوي اللي ننطلق منه، فاليوم بعد نحتاج إلى هذا الحوار اللي يطور ما تعلمناه في السنين اللي مضت. وأنا أقول لكم من الآن، الكمال لله. إذا أنا قبلت 70% فهذه نسبة نجاح عظيمة، يعني حتى 60% لا بأس بها، لكن 70-80 إن شاء الله 100%. ولكن إذا ما وصلت إلى 100% مو معناته أنك توقف وترفض خير 70% أو 80%، يجب أن تستمر. وبعد بيجي الوقت اللي بعد يطور حياتك، وهكذا. إذا ما تكون بهالطريقة، ما تكون بالطريقة اللي أنا تكلمت عنها في المبدئين، مبدأ التطوير ومبدأ التوافق والتراضي. يعني ربما بعض البرلمانات، سمعت أعتقد أن مثلا على الصوت الموافق الأعلى، اللي صوته أعلى هو اللي يؤيد، واللي صوته أقل هو اللي لا يؤيد. يعني مو بحسبة دقيقة، يتفقون على اتفاق الصوت الأعلى أو الأكثر أو اللي متوافقين عليه الناس. فمن المنطلق أرجو أن يعني يكون يعني حضوركم اليوم هذا دعم كبير لهذه السياسة، وهذا لن ننساه أبد. وهذا خلنا نسميها المظاهرة الصحيحة الحضارية أمام العالم وأمام طبعا أنفسنا قبل كل شيء، بأن نحن في وحدة إن شاء الله وطنية ولا بيننا اختلاف. وهذا يعني زيارتكم وإن شاء الله لقاءات أخرى وفي مجالات مختلفة تثبت وتقوي هذا الاتجاه. فأنا مرة أخرى سعيد بهذا اليوم ومسرور، وأشكر من نظم ومن يعني بادر إلى هذا الاجتماع الطيب. لكن أبي أقول من حياة اليد سلمان، عصرية كل جمعة كان هذا اللقاء موجود.